السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل الناس اللي اشتركت معانا، ألف شكر ليكم على دعمكم لينا، وإن شاء الله احنا مستمرين معاكم وبنحلل ليكم الأسواق والأسعار بالطريقة اللي احنا بدأنا بيها وعجبت ناس كتير. احنا النهاردة طبعا بداية العروض زي كل اسبوع، النهاردة الاربع 24/2، والعروض دي بتستمر لحد يوم 2 مارس في كل اسواق السعودية. النهاردة ان شاء الله احنا عملنا فيديو في الدانوب، من داخل الدانوب للاسعار اللي موجودة في الدانوب، الاسعار المميزة، ورحنا بندا نعمل فيديو لقينا السيستم مش شغال، ونوهنا للناس ان هي لو عايزة تروح بندا تروح بكرة الخميس ان شاء الله 25/2، عشان السيستم فيه عطل فني وهم بيصلحوا العطل ده، ان شاء الله بكرة بيكون شغال. واحنا عملنا فيديو وضحنا فيه النقطة دي على اساس الناس ممكن هتروح وترجع تاني او هتشتري بالاسعار، مش هتلاقي اسعار العروض اللي هي نازلة، وهنوضحها مع بعضينا حالا في الفيديو ده. هيكون فيديو مميز جدا، وفي على فكرة يعني باندا الاسبوع ده هتلاقيه افضل سوق، وزي ما احنا كل اسبوع بنقول افضل سوق، كانت الاسابيع اللي فاتت كان الدانوب هو اللي كان معانا وكان فيه اسعار جميلة جدا، والاسبوع ده لو شوفتوا فيديو الدانوب هتلاقوا فيه برضو حاجات مميزة وفيه اسعار حلوة جدا. هنبدأ ان شاء الله مع بعضينا الفيديو، هنوضح فيه الاسعار الموجودة. عندنا في سعر على التونة، في عرض على التونة جميل جدا، تونة هنا 185 جرام، 185 جرام زي ما احنا شايفين كده، التلات حبات ب10 ريال و25 هللة، نازلين من 20 ريال 85 هللة. وطبعا التونة دي من افضل انواع التونة اللي موجودة في السوق، ومن فترة كبيرة جدا منزلش عليها العرض ده، فعرض جميل جدا، و انصح كل الناس ان هي تشتريه، لان التونة دي الواحدة بس من غير عرض ب7 ريال او ب7.5 ريال، فهتلاقي فيها توفير كويس، وهي يعني كمان من الانواع الجميلة يعني اللي جودتها حلوة جدا. تاني حاجة هنشوفها مع بعضينا البرجر، الناس اللي بتحب البرجر، في برجر امريكانا، والبرجر امريكانا ده من اجود انواع البرجر الموجودة في السوق، هو 1 كيلو، في متنوع، في طبعا على الدجاج وفي على البقري، هتلاقي البرجر ب16 ريال 95 هللة، هو من غير عرض بيتباع ب30 ريال او 29 ريال، فالعرض ده عرض قوي جدا. وهنشوف طبعا هو عشان العرض نازل نص السعر يعني، فهتلاقي كل المنتجات نازلة نص، منتجات كتير مش كل المنتجات. عندنا بطاطس لامب ويستون للقلي، في رفيعة وفي مستطيلة تخينة شوية، 2.5 كيلو الكيس، هتلاقي الكيس نازل ب11 ريال 95 هللة، والعرض ده موجود في الدانوب، يعني موجود في باندا والدانوب، لو رحت الدانوب هتلاقيه هناك، لو هتروح باندا هتلاقيه موجود في باندا. في عرض برضو على مزيل عرق نيفيا 40 ملي او 50 ملي او 50 ملي او 150 ملي، يعني الانواع متنوع يعني، هتاخد الاتنين بسعر واحد بس، 1+1 بنفس السعر. عندنا برضو الناس اللي هي عايزة اللي عندها طبعا بتشتري حفاضات وكده، في بي بي جوي الصندوق، بتاخد صندوق الاتنين بكام، ب195، يعني 110 ريال الاتنين صندوق زي ما احنا شايفين كده، فالعرض ده برضو عرض مميز وقوي جدا. فطبعا الاول صفحة في العروض فيها كذا منتج زي ما احنا شايفين كده، منتجات سعرها ممتاز يعني. فطبعا بعد كده بنشوف
الصفحة اللي بعديها اللي هي اللحوم. طبعا بندا هتروح هتلاقوا طبعا عاملين عرض جميل ورصين اللحوم بطريقة كويسة، والأسعار بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. في التوابل والمكسرات مشكلة، وجوز أم جوز طبعا ده اللي هو عين الجمل يعني. في قهوة تركي، في يعني أسعار مميزة زي ما احنا شايفين كده قدامنا. في عروض على الأسماك، في عروض على الأسماك زي ما احنا شايفين الأسعار قدامنا كده. في عروض هنا، في زيت الزيتون ب15 ريال بدلا من 20 ريال، 75 هذا. وفي طبعا عروض برضو على الأسماك زي ما احنا شايفين. في طبعا قسم الأجبان والمخللات، في عروض برضو بنوضحها هنا، لأن انت بتروح احنا لحد ما احنا رحنا النهاردة بالليل كان السيستم واقع، وكانت المنتجات مش محطوطة عليها أسعار العروض، فاحنا بنوضح لكم العروض اهي في الفيديو. ممكن الفيديو ده يكون انت لو رحت بكرة تستعين بالفيديو ده هتلاقي فيه الاسعار موجودة. ما زلنا في العروض مع بعضينا. في برضو عرض هنا بالعروض دي على الكيك، في كيك تحول 1+1 مجاني ب 8.95 هللة. في برضو شابورة بالزعتر 1+1 ب2.25. في أنواع كتير نازل عليها أسعار جميلة زي ما احنا شايفين كده. المعمول، البسكوت المصري، عاملين دونات برضو بالفراولة والشوكولاتة وأسعارها جميلة جدا. في عرض جميل احنا شفناه هناك لما رحنا على كيك، الكيك نازل من 40 ريال ل 35 ريال، 40 ريال ل 35 ريال. في عرض على زبادي، زبادي كامل الدسم 1 كيلو نازل من 7.5، نازل نص التمن ل 3.75 هللة، 3 ريال 75 هللة. في مرقة دجاج اسناد بالبهارات السبعة 24 مكعب نازلة من 12.95 ل 6.5 ريال. دي تعتبر من العروض المميزة جدا، من العروض المميزة. في اللي هو الخضار المشكل والبسلة، في عندك 1+1 ب8 ريال، يعني الواحد ب4 ريال، اللي هو كام 800 جرام، اللي هو 800 جرام اللي هي باسم باندا. ومنتجات باندا احنا عارفين ان احنا منتجات باندا من المنتجات اللي بقى ليها يعني اقبال من الناس، اقبال من الناس، وفي ناس بتشتري منتجات باندا كتير. في عندنا تونة الخير، تونة الخير 3 حبات ب12 ريال 75 هللة بدلا من 25 ريال و25 ريال ونص. تونة الخير اللي هي من الأنواع المميزة جدا في التونة، وفي ناس كتير بتحب إن هي تشتريها. وباقي المنتجات زي ما احنا شايفين كده قدامنا، الأسعار في 2+2، يعني في حاجات نازلة نص التمن، وفي حاجات منتج وتاخد منتج مجاني، 2 أو 2 مجاني بسعر طبعا مميز زي ما احنا شايفين كده قدامنا. في برضو على عروض الكريمات واللوشن للجسم والمعجون الأسنان، معجون الأسنان. وفي زي ما احنا شايفين كده برضو الأسعار، أسعار مميزة جدا وجميلة. في مسحوق الغسيل، مسحوق الغسيل عندنا البرسيل، البرسيل
7 كيلو نازل من 110.5 ل 43 95 هللة، زي ما احنا شايفين كده. البرسيل الأزرق والأخضر 7 كيلو نازل من 110.5 ل 43 95 هللة، يعني في نازل عرض على البرسيل 7 كيلو، وفي نازل عرض على الاريال 7 كيلو نازل 55.5 من 126 ريال أو 127 ريال. يبقى عندنا الاريال والبرسيل 7 كيلو نازل عليهم عرض من يعني يعتبر نص التمن، يعتبر نص التمن. وفي مسحوق غسيل الباندا، احنا قلنا في منتجات باندا في ناس بتحب تشتريها، باندا بقت مميزة فيها المنتجات بتاعتها. هتلاقي في برضو في عندنا باندا اللي هو سائل الغسيل الصحون باندا 1 لتر نازل ب6 ريال من 12 ريال 25 هللة، سائل غسيل الصحون باندا 1 لتر نازل من 12 ريال 25 هللة 6 ريال. ده من الحاجات برضو المميزة في العرض. عندنا هنا برضو في أسعار مميزة، في عندنا زبدة غير مملحة، زبدة غير مملحة نادك الواحدة 100 جرام، الواحدة 100 جرام نازل ال3 حبات ب12 ريال 95 هللة بدلا من 27 ريال 25 هللة. في زبادي نادك نازل ب4 ريال 95 هللة بدلا من 8 ريال. برضو في جبنة قابلة للدهن نادك 2 في 500 جرام نازلين ب18 ريال 95 هللة. في نوعين، في جبنة شيدر وفي جبنة كريمي اللي هي العادية. طبعا دي برضو من الأسعار المميزة اللي هي موجودة وهتلاقوها موجودة في بند الأسبوع ده. عندنا برضو هنا من الحاجات المطلوبة جدا اللي هو زبادي المراعي، لو رحت تجيبه من البقالة اللي هو ال2 كيلو ده هتجيبه ب15 ريال، هتجيبه من بندا ب9 ريال 95 هللة. وكلنا طبعا عارفين منتجات المراعي وبالذات الزبادي بتلاقيه سعره كده مميز وجميل جدا. دي كلها منتجات المراعي. منتجات المراعي عندك في منتجات المراعي في جبنة اللي هو جبنة كريمي قابلة للدهن طعم الشيدر او باللي هي الطعم العادي 2 في 500 جرام نازلين ب18 ريال 95 هللة. في الجبنة المثلثات 4 حبات نازلين من 12 ريال ل8.5 ريال. طبعا الزبادي احنا شفناه. في برضو جبنة موزاريلا مبشورة المراعي 200 جرام نازل من 21 ريال ل2 حبة ل13.5 ريال، عرض برضو مميز. في طبعا الناس اللي بتحب تشتري العسل، في عسل المراعي من أجود الأنواع الموجودة في السوق نازل النص كيلو نازل من 38 95 هللة ل 25 95 هللة. حليب المراعي ل1 لتر، حليب المراعي اللي هو كامل الدسم الكرتونة نازلة من 44 95 ل 38 95. بالنسبة للدواجن، الدواجن عندك هنا في صدور دجاج بريدكس 2.5 كيلو نازل من 54.95 ل 34.95، سعر مميز جدا. وفي عرض على كذا نوع من الدجاج، في دجاج دو نازل عليه عروض زي ما احنا شايفين كده، ال1100 نازل عليه عرض وال1200 نازل برضو عليه عرض زي ما احنا شايفين الاسعار قدامنا. في دجاج الفروج الذهبي نازل برضو ال1100 نازل عليه عرض زي ما احنا شايفين السعر قدامنا. في دجاج بريديكس الالف بس هو اللي نازل عليه عرض زي ما احنا شايفين قدامنا كده. دي الأسعار.
طب في برضو الايس كريم السعودية 2 لتر نازل من 29.95 هللة ل 18.95 هللة، دي من المنتجات اللي الناس بتحبها. وهنا برضو الاسعار زي ما احنا شايفين قدامنا كده، في زبادي ندى نازل الاتنين كيلو ب10.5، يبقى احنا كده عندنا في الزبادي زبادي المراعي نازل ب10 ريال، زبادي ندى نازل ب10.5، في زبادي الصافي نازل ب3.75 ريال هذا اللي هو الكيلو بس. نستمر مع بعضينا عشان نشوف العروض المميزة، دي برضو العروض اللي انتوا هتلاقوها موجودة لمدة اسبوع. دي برضو بنتابع مع بعضنا العروض اهي، الاسعار قدامنا. دي الأسعار زي ما احنا شايفين كده قدامنا، أسعار برضو في حاجات عليها عروض جميلة. ده استمر برضو الأسعار زي ما احنا شايفين. ما زلنا في عروض بنا، في أسعار جميلة جدا هتلاقوها موجودة في باندا الأسبوع ده لمدة أسبوع لحد يوم الثلاث، دي العسل والمربى والكورن فليكس زي ما احنا شايفين الأسعار. دي العصاير، قسم العصاير والمية، قسم العصاير والمية. في عرض مميز اللي هو زيت زيتون عضوي نادك، زيت زيتون الزيتون العضوي ده 250 مللي نازل من 15.95 ريال هللة، نازل ل10.95 ريال هللة، ولكن نادك ده من الأنواع المميزة وعليها إقبال كبير من الناس وعرض كويس. في هنا برضو عروض الشاي والنسكافيه، شاي ليبتون، شاي فارت ليبتون أحمر 400 جرام نازل ب10.95 ريال هللة، وشاي الربيع نازل برضو ب11.95 ريال هللة ل 400 جرام. في شاي الليبتون 800 جرام ب26 ريال أو 25 ريال 95 هللة، اللي هو ليبتون اللي هو الشاي اللي هو الفرط ده اللي هو 800 جرام. زي ما احنا شايفين كل عروض الشاي كده قدامنا. في الكابوس، في عندنا عرض برضو على النسكافيه 30 حبة في 20 جرام اللي هو اكياس، نازل من 44 ريال 95 هللة، نازل ل29 ريال 95 هللة. في عرض على الموسى الشعير نازل بكام، ب26 ريال 95 هللة. وفي الكولا والمية اللي هي الأروى، المية أروى نازلة من 9 ريال 95 هللة ل6 ريال 95 هللة. في الكولا نازل ال2 لتر و20 ملي، 2 لتر و20 ملي نازلين من 15 ريال الحبتين ل13 ريال 95 هللة. ونخلي بالنا هنا في الكولا في نوعين، في 2 لتر و25 ملي، وفي 2 لتر و20 ملي. اللي دايما بيكون عليه عرض اللي هو ال2 لتر و20 ملي، لو انت غلطت وخدت ال2 لتر و25 ملي هيطلع لك عند الكاشير
ب9 ريال الواحدة، مش هيطلع عليه العرض، هيطلع من غير عرض. وعندنا هنا البيبسي العادي والدايت والسيفن والمريندا برتقال وتفاح وفراولة، اللي هو الـ1 لتر نازل الـ2 حبة بـ8 ريال 95 هللة. ده يعتبر سعر مميز لأن الواحدة بتتباع من غير عرض بـ5 ريال. زي ما احنا شايفين مع بعضينا، عندك في ناس بتحب المية اللي هي 330 ملي، نازلين الـ30 حبة نص السعر، هو من 14 ريال 95 هللة لـ7 ريال 95 هللة. يعني دي أقوى العروض الموجودة في السوق، هتلاقوها في بند يا جماعة الأسبوع ده. بصراحة بند عاملة عروض حلوة جدا. عندك الليز، البطاطس ليز نازل من 14 ريال 75 هللة لـ8 ريال 95 هللة. في البطل نازل بـ10 ريال 9 ريال 95 هللة، للناس اللي بتحب تشتري الليز والشيبسي والحاجات دي لأولادها، حاجات مسلية يعني. فنزل عرض جميل في باندا في البطاطس الليز. بالنسبة لعروض الشوكولاتة، في أنواع عليها عروض حلوة زي ما احنا شايفين قدامنا كده. زي ما احنا شايفين عندك شوكولاتة نازلة بـ9 ريال 95 هللة، زي ما احنا شايفين العروض قدامنا هي عروض نازلة نص السعر، وفي اللي نازل مثلا 30%، وفي 40%، وفي 50%. فهتلاقوا عروض حلوة جدا. عرض اللي هو الباونتي والتويكس والمارس والسنيكر، والسنيكر فيه نوعين، الـ5 حبات نازلين بـ10 ريال اللي هي 50 جرام، هي الواحدة بتتباع من غير عرض بـ3.5 ريال. هنا الواحدة هتكون بـ2 ريال، يعني هتاخد الخمسة بـ10 ريال. فده عرض قوي جدا وكويس من العروض الموجودة. في عندنا الشيتوس والدوريتوس، الـ2 حبة بـ9 ريال 95 هللة، 2 حبة 9 ريال 9 ريال 95 هللة. في البقالة الواحد بيتباع بـ8.5، فبصراحة عرض برضو كويس، عرض كويس جدا. العروض الجميلة في برضو هنا اللي هو الكيت كات والشوكولاتة اللي هي الزرقاء دي، بتتباع بـ19 ريال 95 هللة. في هنا عرض على البسكوت، في الأوريو، الأوريو نازل بسكوت الأوريو نازل من 18 ريال 95 هللة لـ11 ريال 11 ريال 95 هللة. وده عرض مميز جدا، في الجملة بتتباع بـ13 ريال، فعرض مميز جدا. في عرض على البسكوت اللي هو بالهيل، وبسكوت المملح ريدز النازل بـ12 ريال 95 هللة، زي ما احنا شايفين كده قدامنا. من الأنواع اللي الناس بتحب تشتريها والسعر بتاعها مميز. في عرض على السكر، وفي عرض على الأرز. زي ما احنا شايفين سكر الأرز أبو كاس 5 كيلو نازل من 42.5 لـ35، 35 95 هللة. في الوليمة، في الوليمة 5 كيلو وخمسة كيلو تاني، يعني 10 كيلو بـ73 95 هللة. في سكر اللي هو الـ10 كيلو سكر الأسرة خشن أو ناعم بـ26 95 هللة. في الدانوب نازل، في الدانوب نازل بـ21 95 هللة. شوفناه في الفيديو اللي احنا عملناه في الدانوب النهاردة الصبح. في الأرز المصري ده من الأنواع القوية جدا والناس بتشتريها بكمية كبيرة، اللي هو أرز مصري جرين فارم 5 كيلو، اللي هو احنا بنقول عليه الأهرامات، نازل من 33.5 لـ23 95 هللة. فده عرض قوي في الأرز المصري، عرض قوي في الأرز المصري اللي احنا شفناه ده. نكمل مع بعضينا عرض الزيوت.
عرض الزيوت زي ما احنا شايفين كده، عرض الزيوت فيه زيت ذرة عافية، زيت ذرة عافية نازل لاتنين حبة، 1 لتر ونص في 2، من 48.95 ل 32.95، وده والنوع ده من أجود الأنواع الموجودة واللي ينصح بها صحيا. في زيت عافية برضو، زيت دوار الشمس 2 لتر و90 هللة نازل ب30 ريال. الأسعار زادت في الزيوت، الأسعار زادت جدا في الزيوت زي ما احنا شايفين. أفضل سعر، أفضل سعر هيكون زيت هالة، زيت هالة ده، وزي في زيت نخيل نازل اللتر ونص ب10 ريال 95 هللة، ده أفضل الزيوت. وبرضو نتابع العروض هنا، في زيت زيتون نازل، اللي عايز زيت زيتون نازل هنا من 18 ريال ل500 ملي، نازل من 18 ريال، اللي هو بيتوتي نازل 18 ريال 95 ل9 ريال 95، ده أفضل عرض فيهم. وفي نوع تاني نازل من 13 ريال 95، ده 250 ملي، هو أفضل واحد اللي هو البيتوتي زي ما احنا شايفين. الأسعار كده قدامنا، هي شوفها انت بالتفصيل كده قدامك كده. في عروض على الكيك بيتي كيك، يعني اللي هو الخلطات بتاع الكيك دي زي ما احنا شايفين كده. في عروض هنا برضو على المهلبية، نازل 6 ب15 ريال 95، في الكراميل 6 برضو ب10 ريال 95، في زي ما احنا شايفين كده قدامنا. شوف اللي بعده، احنا بنعلق على الحاجات المهمة طبعا بالنسبة لنا. في عروض على التونة والصلصة، التونة والصلصة زي ما احنا شايفين اهو، التونة والصلصة في عروض على الملح، 2 زائد 2 ملح، الملح ده كويس من النوع الكويس، 2 زائد 2 ب3.5. في البيكنج باودر 3 زائد 1 ب8.95، في بيكربونات صوديوم 2 زائد 1 ب7.95، في الفانيليا، الفانيليا 4 ب4.95، 4.95. في هنا برضو نازل الكاتشب، الكاتشب عليه عرض من 22 ريال 95، ده عرض قوي جدا، اللي هو جودي كاتشب، جودي عرض كويس، نازل من 22.95 ل8 ريال 95. في زبدة الفول السوداني اللي هي 510 جودي ناعمة، نازلة ب10 ريال 95، دول من الحاجات القوية جدا. في تونة جودي نازل 3 2 زائد 1، 185 جرام ب16 ريال 95 هللة. في أنواع تانية زي ما احنا شايفين كده، بس احنا بنعلق على الحاجات الأسعار اللي هي نازلة بسعر كويس. في منتجات باندا زي ما احنا شايفين كده قدامنا، منتجات باندا في ناس كتير بتحبها وبتشتريها. في اللي هو عرض صابون سائل لليدين 3 لتر نازل ب21.95 هللة بدلا من 35، وده يعني سعر مميز جدا وقوي جدا. وفي عرض على العسل، وفي عرض على المناديل، دي منتجات باندا، في باندا أثبتت بمنتجاتها ناس كتيرة بتشتريها وبتحبها ونازل عليها عروض زي ما احنا شايفين كده. وفي عروض هنا على الفول، وفي عروض هنا على برضو نوع من التونة، تونة حدائق كاليفورنيا 170 نازل 3 ب10 ريال 95 هللة بدلا من 20 ريال 85 هللة. وفي عرض على الفول زي ما احنا شايفين كده، من الحاجات اللي الناس بتحب تشتريها برضو. طبعا انت لما بتكون عند الكاشير وفي باجي فلوس بيقول لك اتبرع،
طبعا دي يعني حاجات خيرية، حاجات جميلة، والناس اللي بتتبرع دي ربنا بيجزاها خير، وحاجة حلوة يعني. برضو هنا في المنتجات هنا بتاع الغسيل مثلا، في ايه عرض قوي هنا، عرض ده 1+1 اللي هو منعم الأقمشة دوني 3 لتر 1+1 ب 25 95 هللة. وفي كومفورت برضو نازل الكام لتر، لتر و400 لتر، يعني يعتبر لتر ونص، نازل ب20 ريال 95 هللة. في الفيري نازل 800 ملي أو اللتر نازل ب10.5، لا 800 ملي نازل ب10.5، ال1 لتر نازل ب11.5، الفرق بينهم ريال. في منتجات كتير جدا تانية، في حاجات برضو كده زي ما احنا شايفين كده. على الكريمات وزيوت الشعر في نازل 30% و25%، زي ما احنا شايفين الأسعار قدامنا كده. وفي معجون الأسنان عليها برضو عروض، معجون الأسنان عليه عروض زي ما احنا شايفين، فرش الأسنان ومعجون الأسنان عليها عروض وأسعار مميزة في باندا. في غسول الفم 1+1 500 ملي 1+1، في حاجات عليها، في برضو معجون ده 1+1 ما شاء الله. يعني باندا منزلة حاجات كتيرة جدا الأسبوع ده، وعاملة عروض حلوة. فاحنا عايزينكم تروحوا تتسوقوا من باندا وتستمتعوا بالعروض اللي نازلة. في 1+1 اهو 18، اللي هو مزيل شعر 18.5 ريال الاتنين بدلا من 37 ريال. في خصم 33% على الحفاضات دي برضو. ففي بصراحة أسعار جميلة جدا. في توصيل للناس اللي بتطلب عن طريق تطبيق كليك، في توصيل لحد باب البيت. طبعا انت بتدخل على التطبيق وبتطلب الحاجات وبيوصلوها لك. في طبعا هنا الحفاضات نازل، في حاجات في كذا نوع نازل عليه عرض 1+1 اللي هو بيبي جوي، وفي برضو اللي هو بامبي، دول افضل اتنين موجودين. 1+1 1+1 يعني بدل ما تاخد الواحد بسعر بتاخد الاتنين بسعر واحد بس زي ما احنا شايفين كده. وفي المناديل ومنتجات للأطفال كده 1+1، وفي 25%. ففي بصراحة عروض جميلة الأسبوع ده في باندا. عشان كده احنا طولنا الفيديو وحبينا ان احنا نوضح بالتفصيل، عشان بصراحة في عروض جميلة جدا، في عروض جميلة جدا، في عروض جميلة جدا زي ما احنا شايفين. نص السعر اقوى العروض. في دجاج سادية عليه عرض كرتون 1100 ب 116 ريال 95 هللة. في صلصة السعودية او معجون طماطم السعودية 8 في 100 35 جرام، نازلين الاتنين بدلا من 25 ل 17 ريال 95 هللة. في صدور سادية طرية 1 كيلو الاتنين ب 34 95 هللة بدلا من 57. هو طبعا حاطط هنا العروض على الغلاف، اول ورقة او اخر ورقة بيكون فيهم افضل العروض. في حليب المراعي برضو نزل عليه عرض زي ما احنا شايفين كده. ونتمنى ان احنا نكون وضحنا على قد ما نقدر، ونتمنى لكم تسوق ممتع في باندا.
من بكرة إن شاء الله، لأني النهاردة هتروح هتلاقي السيستم واقع وفيه عطل، فهتلاقي العروض دي موجودة من بكرة الصبح إن شاء الله، يكون السيستم اتظبط. ونتمنى لكم تسوق ممتع مع هايبر باندا الأسبوع ده في أقوى العروض، وبنحييكم من قناة أقوى العروض في السعودية. ونتمنى لو الفيديو عجبكم إن انتوا تشتركوا معنا في القناة ليصلكم كل جديد، وكل عرض جديد بينزل هيوصل ليكم. فنتمنى منكم تدعمونا وتحفزونا، لأن ده بيفرق معنا جدا. لايك وشير وتشترك معنا في القناة وتعلق، احنا نتقبل النقد ونعتذر عن أي خطأ في كلمة قلناها غير مقصودة، لأن احنا بنتكلم بسرعة وبنحاول إن احنا نتكلم بسرعة عشان خاطر الوقت والفيديو والتسجيل. ونتمنى إن احنا دايما نكون مع بعضينا، وإن شاء الله نتقابل في فيديو آخر وسوق آخر جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.